مساء الخيرات، اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين على قناتكم المفضله الام اي تي في. مرحبا بكم في برنامج غني لي شويه، اللي هو برنامج الحمد لله ناجح بمشاركاتكم وباتصالاتكم وبحضوركم معنا بالمكالمات الحلوه متاعكم. اليوم فريق البرنامج يحب يقدم تهنئه لكل نساء العالم بمناسبه اليوم العالمي للمراه، واكيد نقدموا تهنئه لرجال العالم الكل، لان وراء كل رجل عظيم امراه. حبوا على هذاك كيما هني والمرأة كيما هني والرجل. اليوم بعد ما قبلنا برشا إيميلات من عند معجبين بالبرنامج ومشاهدين مخلصين للقناة، يحبوا نقاسموهم ونشاركوهم فرحة احتفالاتهم من عيد ميلادات، بيرثداي وأعياد زواج. نحب مع بعضنا نقولوا هذه بصراحة هدية خاصة جدا وتهنئة خاصة جدا لإيلين، نحب نقول لها هابي بيرثداي، اللي هي بنت مديرة القناة اللي هي آية سليمان. ونحب نقولوا لسارة في مونريال جويز انيفرسير سارة، وإن شاء الله كل عام انتي حايب ألف خير. ونحب مع بعضنا نستقبلوا اليوم الضيف اللي معانا في برنامجنا. ضيفنا اليوم من لبنان، تحصل على تقدير لجنة الحكم في برنامج استوديو الفن، اللي هو برنامج مشهور جدا عربيا، اللي تخرجوا منه أسماء كبيرة في الساحة الفنية في لبنان، أسماء كبيرة كما رغب علامة، كما نجوى كرم. وتميز ضيفنا اليوم في المشاركة اللي عملها في اللون التراثي اللبناني. اليوم ضيفنا اليوم هو كريم جابر. أهلا وسهلا بك كريم. أهلا وسهلا فيك. يعيشك مع ضيفنا اليوم اللي لهيله بحفلاته، اللي هو المايسترو. تقدمه لنا كريم. أكيد، مايسترو شادي بزي، اللي هو قائد فرقة الموسيقية. أهلا وسهلا. شادي من الشباب، من خيرة الشباب الموسيقيين، وموهبة صاعدة بإذن الله. توفقت في اختياره إن شاء الله. أكيد أكيد، ما في شك إن شاء الله. كريم، اللي شفنا كريم شفناك اعتديت مهرجان على مسارح، مهرجانات كبيرة في أمريكا وفي كندا. نعم. وما شاء الله، يعني التألق اللي كان في برنامج استوديو الفن مش غريب، أنا بشوفه بعده التألق الكبير اللي خديته على مسارح وني كبيرة في مهرجانات كبيرة في أمريكا وفي كندا، منها الأمي أي فيستيفول ومهرجانات كبار أخرين. نعم. شنو السر وراء هذا؟ قاعدين نتكهنوا نقولوا يمكن أنت جاي من عائلة فنية، هذا صحيح؟ هو صحيح. أنا جدي كان عازف ناي، اللي هو والد والدي، ووالدي الله يرحمه كان شاعر، وبدأ بالكتابة بمرحلة متأخرة بحياته، وأنهى كتاب أوراق عمري، سماه أوراق عمري، كتبوا وأنها أنجزوا قبل ما توفى الله يرحمه من سنة. ففيك تقولي أكيد من عائلة فنية، يعني والدي جدي كما يقولوا المصريين اللي خلف ما ماتش، يعني بما أنه ما شاء الله خلى ولده. نعم. فنان هو الله يرحمه. إن شاء الله البركة فيك أنت، وإن شاء الله أنت تنجح قد ما تحب في مشوارك الفني. تسلمي. يعيشك. نحب نسألك، شنو اللي زرعه الوالد فيك بما أنه هو فنان؟ والدي اللي زرعوا فيه هو حب الأرض، حب الوطن، احترام الناس، محبة الناس، والطموح والكبرياء وعزة النفس والعنفوان والثقة بالنفس. فالحمد لله بشكر والدي اللي ربانا هو والدتي على هذا النمط من التربية، والله يرحمه ويرحم جميع الموتى. أمين، الله يرحمه إن شاء الله. إن شاء الله. تحبش تسمع حاجة للمشاهدين اللي تابعوا فينا؟ على فكرة قاعدين يتابعوا فينا، جاونا كثير إيميلات على الإيميل، على الفيسبوك، كثير اتصالات. نعم. صراحة عنا كثير اتصالات قاعدة تجي على البرنامج، وهذا مش غريب لأنه البث قاعد يصير للقناة متاعنا، اللي هو قاعدين نشوفوه أمريكا الكل وكندا الكل والمكسيك وعلى القمر الصناعي النايلسات. شنو تحب تغني أو تهدي من عندك الجمهورك اللي قاعد يتابع فيك من قناة الـ MEA TV؟
أنا رح أهديهم أغنية بما أنه حضرتك كمان من تونس الحبيبة. رح أغني للفنان التونسي صابر الرباعي، نحن ومايسرو شادي بنغني عز الحبايب. تفضل. وين اللي كانوا عز الحبايب؟ راحوا وخانوا قلبي اللي دايب. وين اللي كانوا عز الحبايب؟ راحوا وخانوا قلبي اللي دايب. بكوا عيوني اللي كانوا عيون، بكوا عيوني اللي كانوا عيون. صدقت ظنوني، صدقت ظنوني، دنيا عجايب منهم يا ناري، لا خد بطاري منهم يا ناري، أنا خد بطاري وبكي عيون. لو شعري شايب منهم يا ناري، أنا خد بطاري وبكي عيون. لو شعري شايب عز الحبايب، عز الحبايب. الله الله كريم. شكرا على هالاختيار الحلو، وهذا مش غريب من فنان ابن فنان. شكرا شكرا شكرا. يعيشك. حبيت نسألك سؤال من فنان الفنان. نعم. تعرف انه المجال الفني اول ما يبدا فنان اكيد باش يبدا على قاعده صحيحه، كما بديت انت بتشجيع لجنه حكم كبيره اللي هي متكونه من اسماء كبار. كنت فكرني في اسماء لجنه التحكيم اللي لجنه الحكم باستوديو الفن كانت تضم العديد من الاسماء الكبيره بالوسط الفني، امثال الراحل وليد غلميه اللي هو رئيس الكونسرفاتوار المعهد الوطني للموسيقى بلبنان، نضال الاشقر وهي شاعره وتكتب سيناريوهات عن المسرح، طلال حيدر الشاعر طلال حيدر، صلاح الشرنوبي، روميو لحود، والعديد من الأسماء الثانية المعروفة بالوسط الفني. واو جميل جدا. قلنا كما كنا نحكي وأنه بديت من برنامج سمعته 5/5 يعني بالنسبة لي. نعم. بالنسبة أنه بش يبدأ ميلاد نجم من برنامج كما برنامج استوديو الفن، وانتجة ظاهرة كما شفنا فما توا عميقة في الساحة الفنية العربية اللي هما من لبنان وتخرجوا من برنامج استوديو الفن. هناك مسؤولية تضع معناها يضحى جمهورك عليك وقت اللي اسمك قاعد يكبر، واسمك كبر وما زال يزيد يكبر. هل تشوف انه الناس اللي دعموك، لانه ميدان الفن فما ناس باش تدعمك وفما ناس باش تغير، أكيد. واحنا نعرفوا في الكواليس شنو ما يصير بين الفنانين. نحبك تحكي لنا على الناس اللي دعموا كريم جابر، وباش تحكي عليهم كيفاش دعموك وشكون بطبيعه باش يكونوا من لبنان، بانه بدايتك كانت من بلادك، وهذه البدايه. نعم. الصحيحه الفنان قبل ما يتغرب لازم تكون عنده بدايه في بلاده. اكيد. وكيفاش كريم تصرف قدام العراقيل اللي جاته من اعداء النجاح ومن اللي غيره؟ الصراحة الناس اللي ساعدتني كان أكيد التفاف أهلي والأقارب والأصدقاء حوالي، ومخرج ومعد برنامج استوديو الفن الأستاذ سيمون أسمر يلي هو شجعني وشد على إيدي
ونصحني وأرشدني على الطريق الصحيح باختياري باستوديو الفن. هلأ بالنسبة للعراقيل اللي بتواجه كل فنان هيدي أكيدة، يعني حتى الإنسان العادي مش الفنان بيتعرض لهيدي العراقيل من ناس غيراني بتحسده. الحمد لله رضا أهلي والمحبين الحوالي الناس اللي بتحبني خلتني أتغلب على كل الصعاب اللي اعترضتني. أنا الناس اللي بترمي الشوك بطريقي أنا برميلهم الورد بطريقهم، بالعكس بيقووني وأنا بواجههم بنجاحي. أنا كل ما أكبر بنجاحي بهذه الطريقة هن بيضعفوا. أسلوب جميل جدا وراقي، ما في أقول هيك، حلو برشا. يعني حسب رأيك قديش تحط أهمية أخلاق الفنان في الميدان الفني، أخلاقه مع زملائه، أخلاقه مع التلفزيون ومع الصحفيين؟ الأخلاق يعني هيدي ضرورية جدا، ضرورية جدا. الفنان بغض النظر قديه كان مشهور أو مش مشهور، إذا ما كانت الأخلاق موجودة قبل الصوت والموهبة والخامة والدراسة الموسيقية، إذا ما في أخلاق الفنان ما بيسوى شيء. الفنان بأخلاقه، وهيدي بتعكس بيئته وبتعكس الحياة اللي تربى عليها، بتعكس البيئة، الوطن، الأرض. فالأخلاق ضرورية جدا ولازم 100% تحلى بالأخلاق الحميدة والأخلاق الجيدة. أحسنت. حلو أنه المشاهدين يسمعوا هذا، لأنه هذه خفية ما نعرفوهش إلا أحنا زملاء ونعرفوها. نعم. في الكواليس ما تظهرش، يشوفوا. نعم. صورة في جريدة ويسمعوا أغنية وما يعرفوا شنو وراء ذلك، شنو شخصية الفنان الحقيقي. أنا على فكرة بس متوتر شوي على طول الكاميرا، مع أني طلعت كتير على ستيجات وغنيت قدام ألاف من الناس، على طول أنا والكاميرا مش كتير، فأحيانا فاعذرونا إذا شوي زينا. نشوفك صراحة عادي، ما لاحظتش. تسلموا. نستقبل مع بعضنا اتصال من تونس. ألو ألو ألو، عسلامة. عسلامة، يعيشك. معنا الأستاذة سونيا مبارك من تونس، أهلا وسهلا بك على قناة الـ MEA TV أمريكا. أهلا وسهلا بك، تحياتي. يعيشك، ربي يخليك. الأستاذة سونيا مبارك تميزت بلون طربي راقي جدا تألقت به على أكبر المسارح العالمية وحصدت العديد من التتويجات والجوائز. توجت في مهرجان الأغنية التونسية بأحسن صوت تونسي عام 86-87، وغنت مع الأوركستر سيمفونيك في تونس، وغنت في شاتو دي فيرساي في الأوبرا رويال مع المطرب العالمي الكبير شارل أزنافور. يعني بصراحة الأستاذة سونيا مبارك هي قيمة فنية كبيرة وشخصية نعتز بها احنا كتوينسا، لأنك منورتنا عالميا. أستاذة سونيا مبارك أهلا وسهلا بك، سمعنا أنك باش تجي لأمريكا الأسبوع القادم، صحيح؟ أستاذة سونيا؟ ألو؟ ألو؟ كنت تسمع فينا؟ ألو؟ ألو؟ أنت ونسمع فيك. يعيشك، أحنا فرحانين اللي أنت باش تجي. ألو؟ أحنا فرحانين اللي أنت باش تجي بحضنا لأمريكا. يا ريت تحكي لنا على حفلاتك الجاية في أمريكا. والله الإطار الدعوة اللي وجهت لي من البستان سيت اوف كلتشر باش نقوم يعني في نطاق يعني جولتي وفي نطاق الحوار الموسيقي اللي أنا نطرحه في مسيرتي الفنية ما بين الموسيقى الأندلسية والشرقية والموسيقى العربية بصفة عامة والغربية في الإطار هذايا، وقع استضافتي كما قلت لك من البستان سيت اوف كلتشر باش نقدم زوج عروض في الحقيقة. العرض الأول باش يكون يوم 23 نهار الجمعة 23 مارس إن شاء الله، هذايا باش يكون في نيويورك وبالتعاون مع ألوان فور ذا آر. والعرض الثاني باش يكون ان شاء الله يوم الاحد 25 مارس في تريمتي سنتر فور اوربن لايف،
وباش يتخلوا قبلوا ورشات غناء ورشات او ماستر كلاس ان شاء الله يكون ب فيلادلفيا يونيفرسيتي يوم الاثنين 19 مارس. ان شاء الله. أستاذة سونيا، ما عندك شي حفلات في ميشيغان ولا واشنطن باش تجي إذاعة الأمي أي تي في تغطي لك الحفلة؟ لأنه هذا يشرفنا أنه نغطي حفلة مطربة فنانة كبيرة كيفك أنت مدام سونيا. ميشيغان أو واشنطن؟ والله مع الأسف المرة هذه ما عنديش، لكن صحيح أنه في المرات السابقة لأنه جيت عديد المرات الولايات المتحدة، وآخر مرة كانت سنة 2009 عملت جولة كبيرة مع الفنان الكبير سيمون شاهين، وقدمنا في الكينيدي سنتر وقدمنا في تاون هول في نيويورك، يعني كينيدي سنتر بواشنطن، وعملنا جولة كبيرة الحقيقة فيها 9 عروض في 9 ولايات. مرة هذه مع الأسف فقط سيكون يعني لأنه الدعوة وجهت من طرف البستان سيتسوف كولتر، وفي إطار يعني 2 عروض فقط. إن شاء الله في المستقبل يكون ثم عروض أخرى. أنا تعرف نؤمن كثيرا بالحوار الموسيقي وبدوره في أنه يعرف بالهوية بتاعنا بالثقافة بتاعنا، وفي نفس الوقت أنه يطرح الحوار هذا الحوار السلمي والحوار الفني اللي هو من أرقى الطرق انك تتحاور مع غيرك، مع ثقافات اخرى، مع شعوب اخرى. وانا هذا هو هدفي الكل من مسيرتي اللي هي اكثر من 30 سنه ما شاء الله. واحنا نحب نقول لك مدام سونيا اللي احنا نفتخر بيك، لانك بصراحة حققت شهرة عالمية وغنيت مش العربي فقط، غنيت بعديد اللغات، غنيت القصيدة وغنيت التونسي. معنا مدام سونيا ضيف نجم لبناني عايش معنا هنا في أمريكا، اسمه كريم جابر، هو عنده فكرة عليك ومن المعجبين بسيادتك أستاذة سونيا، حب يسلم عليك ويهنيك بما أنه يعيشك اليوم اليوم العالمي للمرأة، حتر بتوما في تونس تعديتوا للنهار اللي بعد وإحنا مازلنا سليم. إن شاء الله كل عام أنت حيا بخير. معك كريم جابر، حب يسألك إلى حبيك. ست سونيا مرحبا، كيفك؟ بدي أقول لك صباح الخير، هلأ عندكم بتونس صباح الخير. أي صحيح، أهلا وسهلا. صباح الخير، صباح مبكر. تسلمي تسلمي، صباح الخير. تسلمي، نحن بنتشرف تكوني معنا الليلة عبر الهاتف، وأنا أكيد متحمس جدا لأحضر حفلة من حفلاتك لما تجي لعنا على الولايات المتحدة، وان شاء الله بيوم من الايام هيك يا ربي يعيشنا ونزور تونس. حلم عندي انه غني بتونس بيوم من الايام، لانه الشعب التونسي شعب ذواق للموسيقى والفن والطرب. تشرفنا. مرحبا بيك. يعيشك. الله ربي يوفقك. تسلمي. يعيشك. نحب نسمعوا نصيحه استاذه كبيره كما الاستاذه سونيا مبارك للجيل الجديد كيفنا احنا مطربين، باش تنصحنا استاذه؟ أول شيء هو أنه الإنسان يكون عنده بالأول مشروع واضح شنو اللي يحب يعمل من مسيرته الفنية، هذا مهم جدا. يكون عنده إنتاج خاص به، لأنه صحيح هام أنه الإنسان يعيد، لأنه الخزينة العربية والمشرقية والأندلسية فيها أشياء مهمة جدا، فيها تنوع وثراء كبير، ولكن في نفس الوقت لازم مثل ما خليه اللي سبقونا بصمة عالمية مثل أم كلثوم، مثل صليقة، مثل علي الرياحي، مثل رياض كومباتي وغيرهم، منير بشير، بكل يعني من كل الدول العربية خليه بصمة. لازم زيادة الفنانين اليوم اللي يكونوا موجودين يطرحوا الموسيقى، ربما يطوروا الأنماط التقليدية أو شيء من هذا القبيل، ويكون الصدق هو انه الاساس. انا نتصور الصدق وحب الفن هو المفتاح اللي يوصل، يعني ما فماش ثبات مع الفن اللي بعملتها، ما فماش ثبات لا المادية لا شيء. صحيح انه الانسان الفنان لازم يكون عنده يعني حوله ناس يعني يعتنيه بالجانب المادي والتجاري وكل، ولكن لازم هو يكون
متشبع من حبه للفن ومتشبع من 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 الموروث، وفي نفس الوقت يخلق أشياء جديدة. هذا هو المهم، ويكون صادق في التجربة نتاعو وملتزم بمواعيده وملتزم بفنه. هذايا يدور لي معناتها نصائح بسيطة إن شاء الله إن شاء الله تفيد كل فنان. شكرا جزيلا أستاذة سونيا، أنا فرحانة برشا لي قبلت الدعوة ونورتنا على شاشة الامي اي امريكا، وأكيد نصايحك يعيشك كان زلينا كجيل جديد. مرحبا بكم، ننتظر وكش نشوفوكم بنيويورك أو بفيلادلفيا إن شاء الله، وحتى احنا نستناوك تجينا واشنطن وإلا ميشيغان، لأنه مقر الامي اي تي في موجود في واشنطن وفي ميشيغان. أكيد شرفنا ونحضر إن شاء الله ونغطي الحفلة بإذن الله. إن شاء الله ربي يوفقكم. يعيشك. شكرا. يعيشك. نستقبل من بعدنا مكالمة. ألو لينا. مساء الخير. مساء الخير لينا، مساء الأنوار. من وين تحكي معنا لينا؟ عم بحكي من شيكاغو، بس حبيت اليوم شارك معكم بهالبرنامج الحلو. أهلا وسهلا بيكم بأهل شيكاغو. أنت قاعدة تحضر في البرنامج وحدك ولا مع العائلة؟ مع العائلة. كنا ناطرين اليوم. نشكرك أول شيء على استضافة الفنان كريم جابر معك اليوم. يعيشك وتحيتنا للعائلة اللي معك. الله يخليك. يعيشك. تحب تطلب طلب من الفنان كريم جابر أو تسأله سؤال؟ بحب أقول له أنه نحن متابعينه من أيام استوديو فان. نحن ما نسينا أبدا هالصوت الجبل الحلو هالطلة الحلوة. بحب أعرف شو آخر أعماد وحفلات، ومنحب كمان هون نشوفه عنا بتشيكاغو سينما إن شاء الله. ياريت لو بسمعنا شيء على ذوق اليوم. تسلمي تسلمي. شكرا شكرا لينا. لينا من شيكاغو ليها وللعائلة اللي قاعدين يحضروا معنا في البرنامج. على فكرة لينا، عجبكم البرنامج؟ عجبتكم فكرة البرنامج أنه مطرب يستضيف مطرب؟ أكيد البرنامج كتير حلو، أنت بتجنني كمان. يعيشك، أنتم أحلى وأهل لبنان. يعيشك. تحية كبيرة من فريق البرنامج الكل ليك أنت والعائلتك الموجودة هوني والموجودين في لبنان. شكرا كثير لك. شكرا لك كمان. يعيشك لينا. يلا توا لينا تدلل على كريم جابر هي وعائلتها. واكيد جمهورك اللي قاعد يتبع فينا كما قلت لك، لانه المشاهده كبيره على قناه الام اي تي في. هي قالت حاجه جبليه، اما احنا نقولوا طيب. اختار انت حاجه كما قلتي على ذوقك، سمحها لينا وعائلتها واللي تبعوا فيك. اكيد. طب شو رايك نغني شيء سوا؟ نغني ديو هيك غنيه سوا مع بعض؟ ما على راحتك. طيب. شنو تقترح؟ جمالك جمال، فضل ويارا بيغنوها سوا. اوكي شو رايك فيها؟ اوكي مايسترو. مايسترو شادي. الله اسرح يا حلو، خدني مع الجو الحلو، خليني مع اسرح يا حلو. جمالك جمال، جمالك جمال شادي. كلامك كلام مش عارف شو بدك دلال، عصوت الدلال فيني شو بدك غرام. جمالك جمالك شعالي زمانك شو بدك دلال، عصوت الدلال غفيني شو بدك غرام ليل الغرام.
تسلم يا صفاء. انتو يعطيك الصحة والله. انتو يا عمي اهل تونس والله انتو بتعقدوا. يعيشك. اصوات اصوات. واهل تونس كمان يحبوا اهل لبنان واهل مصر. حبيبي. وكل وطن قدم فن خلى تاريخ. أكيد. وفن عريق. يعني كيف شو نقولوا احنا نقولوا لبنان نقولوا ست فيروز نقولوا وديع الصافي نقولوا ما شاء الله يعني كثير عمالقة كما نقولوا ام كلثوم في مصر كما نقولوا احنا عندنا في تونس هادي جويني عليا صالحة الارض اللي جابت عمالقة نعم فتحت باب في وجه الفنانين كيفاش ولات ولات انه الواحد من يكون هويته لبناني فقط او تونسي فقط شوي شوي يصير عربي تولي واحد يلقى الخريطة الموسيقية فتحت الأبواب وما عادش ولا نعم. اسمه فنان لبناني أو فنان تونسي أو سوري ولا يصير فنان عربي وهذه الحاجة الباهرة كما كانت تحكي مدام سونيا قالت أنه هو الفن لغة عالمية وكي الفنان زي يخدم على روحه ينجم يولي فنان عالمي شرطة نعم. الرأي ولا أكيد لازم الفنان يشتغل على نفسه مثل ما قالت الست سونيا موسيقيا ولازم يلقى الدعم المعنوي من الحوالي الناس اللي حواليه المقربين منه وأكيد لازم يتعمق ويتشرب الموسيقى بجميع أطيافه وبكل بجميع أنواعه يعني مش بس عربيا حتى إذا سمع غربي شوي حتى لهيك يتعرف على حضارات و موسيقى الدول الثانية فبهذه الطريقة أكيد بيقوى أكثر وبيصير حديد يعني نقولوا أحنا كريم جابر يفكر أنه يكون فنان عربي إن شاء الله هو في الوقت الحالي ما شاء الله يعني أحرزت نجاحات كبيرة في أمريكا وفي كندا نعم شنو هو مخطط كريم أنه باش يصير مطرب عربي كبير إن شاء الله وكما نقولوا من جد وجد يعني بما أنه الإمكانيات موجودة وإن شاء الله يكون عندك مخطط يكون مدروس أكيد أنا شوي عم باخد وقتي من ناحية مثل ما تفضلت وقالت سونيا ضروري الفنان يتعمق بالموسيقى ويتقوى يعني من ناحية المسرح من ناحية الغناء اللايف مع الفرقة من ناحية اختيار الأغنية من كلام من لحن يعني ما في أسهل من أنك تروحي هلأ عند شاعر أو ملحن تسمعي أغنية وبتسجليها بس هل يا ترى أنت أخذتي وقتك لتنقي كلام حلو لحن حلو موزع شاطر تغني كلمة مهذبة مثل ما شايفي هلأ الموجة الأغاني الهابطة أنا بسميها فأنا بحب للأسف. أي أنا بحب أخذ وقتي وكرمال هيك عم بأخذ وقتي ليقوى أقوى فنيا يعني ويكبر اسم كريم وأكيد وأنا أكيد حابب أغني بجميع اللهجات وقادر أني أغني بجميع اللهجات يعني بغني لبناني عم غني الخليجي المصري العراقي التونسي كمان شوية هيك يعيشك نستقبل من بعدنا اتصال عنا معنا مايك من فلوريدا أهلا وسهلا مايك أهلا فيك كيفك صفا يعيشك كيفك أنت الحمد لله بنيك على البرنامج الحلو يعيشك إن شاء الله يكون نال إعجابكم أنت واللي يتفرجوا معك الحمد لله هذا بوجودك وبوجود كريم يعيشك تسلم حبيبي شكرا اكيد معنا ضيف اليوم النجم اللبناني كريم جابر منور الاستوديو يعني بس بتقول يا كريم يعني بهنيك كثير على الصوت الحلو حبيبي تسلم تسلم والمصر ويا ريت الكل بغني مثله ان شاء الله هو توا كان يحكي انه بصراحه هو يتميز لانه مش سهل انك تلقى صوت لبناني صوت يعني صوت لبناني قادر أنه يغني بعديد اللهجات يعني قلائل الفنانين اللبنانيين القادرين على أنهم يغنيوا بالخليجي والعراقي مضبوط ونحن منتظرين هوني بصوري ده he's coming soon يا إن شاء الله 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 بإذن الله تحب تسأله سؤال؟ يا بدي أسأله شو رح يعمل فيه أكيد هلا عم حضر إن شاء الله بمناسبة عيد الأم وإن شاء الله ينعاد على جميع الأمهات بالعالم بأمريكا نحن بماي عيد الأم هون وبوطننا العربي راح يكون بمارش فبتمنى لكل الأمهات سلفا موفق حبيبي أكيد راح نحضر شيء هلا لعيد الأم وأكيد في تحضيرات تانية لأغنية خاصة مع ملحن معروف بلبنان وشاعر معروف وإن شاء الله بتنال إعجابكم حبيبي
Thank you so much. تسلم. إن شاء الله. شكرا على الاتصال. Thank you, Mike. حلينا موضوع جديد أنه هو موضوع المطرب اللبناني اللي يقدر يغني عديد اللهجات. هذه نقطة قوة عند فنان لبناني بصراحة. نعم. لأنه قليل اللبنانيين اللي يغنوا لهجات أخرى ثم اللي نتفكروا معش لو أنت تشاطرني الرأي أو في أسماء أنا غابت على ذهني تفكرني يعني تتعدى على الأصابع مثلا على الأصابع. رغب علامة وليد توفيق يارا نانسي عجرم هذو ما اللي غنوا ديانا حداد غنت يا بينعدوا يعني قليل الأكثر تلقاها اختصت في الجبلي أو اختصت نعم. في الكلاسيكي أو اختصت أو الكلاسيكي نعم يعني هذه أنا نشوفها جرأة في كريم جابر وبما أنه الإمكانيات الصوتية ما شاء الله إمكانياتك الصوتية جميلة جدا تسمح لك علاش ليه ما تخوضش تجربة ألبوم إن شاء تكون فيها أغاني لجميع اللهجات العربية أكيد والله يا ريت إن شاء الله يعني مستقبل القريب بإذن الله رح نوع شوي بدي أعمل يعني أخذ ألحان وشعر من شعراء عرب مش بس لبنانية وإن شاء الله يعني بيكون العمل عربي إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق تسلمي معنا اتصال سوسن من ميشيغان ألو سوسن ألو سوسو من ميشيغان ألو مين معي ألو مساء الخيرات ألو عسلامة ألو عسلامة أهلا وسهلا بيك وبيك يعيشك يعيشك من وين الأخت؟ من واشنطن أهلا وسهلا بأهل واشنطن وبمشاهدينا في واشنطن يعيشك حبيت نشكركم على البرنامج زحلو يعيشك ونحب نهنيوك احنا أسرة البرنامج تهنيك بما أنك مرأة إن شاء الله كل عام وأنت حيبقى بألف خير بما أنه اليوم العالمي للمرأة شكرا وإن شاء الله الكل المتفرجات اللي لازد يحتفلوا بهذا اليوم والمتفرجين وحبيت جدا نشكر أمي أي تي في وأسرة التلفزة وكمان المتفرجين على هذه الحلقة والفنان كريم جابر مرحبا كيفك شكرا عايشك معجبين من تونس كريم تسلمي من واشنطن وزيدا نسلموا على فنانتنا اللي جات زيارة كانت مقابلة حلوة مع سونيا مبارك واللي كنتي حبيت نشكر سفيرتنا في الفن التونسي هونية في أمريكا فدهان اللي هي جسر التواصل بين تونس وامريكا ان شاء الله نكون عند حسن الظن ودائما يعني تشرفنا في الاعمال الفنيه اللي تعملها وهذا البرنامج هو اخر محطه من هذا الطريق وان شاء الله نديوم النجاح ليكم وللتلفزه يعيشك واحنا نحب نحييو الجاليه التونسيه اللي قاعده تتبع في قناه الام اي اي وخصيصا اللي في واشنطن ونحب نشوف كان تحبش تطلب تسمع حاجه بصوت النجم اللبناني اللي ضيفنا اليوم طلب من عند جيليا التونسية يعني اكيد حبيبي مجروحه حبيب قلبي يعيشك والله يعني اي حاجه تختاروها نهدي اغنيه من عند كريم لاي للجالية التونسية والجالية العربية كلها في واشنطن وفي أمريكا وفي ميشيغان وفي زده في الوطن الأم شكرا 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 جزيلا شكرا. على الاتصالي كل أهل واشنطن الكل مع السلامة ويعيشك إن شاء الله نورتنا شكرا عايشك. شكرا تصبح على خير تصبح على خير عايشك معنا اتصال ألو أبو رامي نعم اهلا وسهلا ابو رامي مرحبا كيفكم يعيشك مساء الخير كيفك ابو رامي نحييكم نحيي برنامجكم الحلو هذه شكرا وان شاء الله دائما ابداع مستمر نحب نحيي الطفا ونحيي ضيفك الكريم حبيبي تسلم كريم تسلم ابو رامي ان شاء الله تعلق دائم له
يعيشك، واحنا بدورنا نحييك. وانت تتابع في البرنامج وحدك ولا مع العائله او مع الاصحاب؟ انا قاعد مع العائله جميعا. سلام، مش سلام كريم وصفاء بس، بسلام فريق البرنامج الكل لعائلتك والاصحابك. الله يسلمك يبارك فيك ان شاء الله. يعيشك، نورتنا. الله يخليك، نور بوجودكم ان شاء الله. انا بس احب اطلب من فنان كريم، يعني كان برنامج ناجح جدا وغني لي شوي، منورين بكلكم. شكرا. وبديتوا سلطان العراق قاسم سلطان واسماعيل فروشي وهسه اليوم الفنان كريم، فنحب نسمع من الفنان كريم اذا عنده بده اغنيه عراقيه، لانه حسب ما سمعت انه هو لعيونك اللون العراقي. تكرم عينك. اذا ممكن نسمع منه اللون العراقي. يلا نسمعك شيء. تكرم عينك يا برنامج. شكرا لك وشكرا على الاتصال. واحنا برنامج نحكي باسم فريق برنامج غني لي شوي، نحرصوا انه نقدموا لكم ان شاء الله فن راقي وفنانين حقيقيين وفنانين كبار، وان شاء الله ينال ان شاء الله تنال اعجابكم البرنامج هذايا، وان شاء الله تكونوا فرحانين به. واكيد البرنامج بلاش بيكم ما يكون حتى شيء. يلا فضل كريم. يلا هيدي لابو رامي. واكيد رح نغني لسوسن. سوسن من واشنطن. رح نقول شيء تونسي كمان. مجروح هذا القلب ما ينوصف حالي، مجروح هذا القلب ما ينوصف حالي، بالعين دمعة ألم والله موالي، يا روح روح العراق بوس عتاب الدار، نيران تسكن قلب كل عراق بهالمشوار. يا يبا يا يبا يا با يمكن يجيني الموت واني غريب بلاد، يمكن يجيني الموت واني غريب بلاد، هو يمكن عظامي عظامي تقوم تاخذني يم بغداد بغداد. يا يبا يا قوي بغداد نبض القلب، هو لبنان وتونس والوطن العربي نور العين، يا روح روح الهلي بوس عتاب الدار، نيران تسكن قلب كريم وصفاء بهالمشوار. الله الله عليك. تسلم ابو رامي. كمان سمع شيء لسوسن. نسيت بس واشنطن. مزبوط. يلا هيدي بالتونسي، واعذروني شوي اذا على هجتي التونسيه بس انا بحب. الحمد لله يا ربي محبوبي راجع ليا، وارتحت يا قلبي ونمت يا عنايا. الحمد لله يا ربي مش عاد نبكي حيل، الحمد لله يا ربي بين القمر بالليل، الحمد لله يا ربي مش عاد نبكي حيل، الحمد لله يا ربي بين القمر بالليل. ما قدروش حسادي يغيروك ببعادي، ما قدروش حسادي يغيروك في بعادي، بكلامهم عليا برشا. منين هيدي؟ اول مره نسمعها. هيدي من ان شاء الله انا عم لحنتها، ان شاء الله عم نشتغل عليها، من كلمات الشاعر صديقي وحبيب قلبي الشاعر السوري يوسف سليمان، يلي كتب لسلطان الطرب دوار الايام، واللي كتب كلمات مسلسل الدبور، واعطى علاء زلزلي اغنيه الدلعونه.
فيوسف سليمان هو اللي كتب، هو سوري وكتب باللهجة التونسية، وسمعني إياها وإن شاء الله عم نلحنها هلأ حلوة. إن شاء الله حلوة يعني هيك على القريب، بس إنها إن شاء الله تكون نالت إعجابك. شكرا لأنه أول مرة تغنيها على شاشتنا الأمي أي تي في. أنا بصراحة تفاجأت، الغنية حلوة لكن مش سمعتها قبل. نشكرك والله، خدمة حلوة. تسلمي. يعيشك. تسلمي. يعيشك. لنا الشرف نغني تونسي. يعيشك ربي يخليك. نستقبله مع بعضنا اتصال. ألو. ألو. ألو على السلامة. الو مساء الخير. الو مساء الخيرات. ايوه معاك. عايشك، مين معنا؟ اهلا بيك، ازيك؟ عادل بسوني معاك. يعيشك، اهلا وسهلا باهل مصر. افندم عادل من مصر. عادل بسوني. عادل بسوني، اهلا وسهلا عادل. اهلا بحضرتك. يعيشك، من وين عادل؟ انا من ميشيغان بكلمك. اهلا وسهلا. انا حضرت لك حفله قريب من كم شهر كده مع ربيع الاسمر. اي راس السنه. مظبوط، راس السنه انا كنت حاضر الحقيقه. صحيح. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعيشك. معنا الضيف اللبناني اليوم، النجم اللبناني اللي متألق صراحه في امريكا وفي كندا، كريم جابر. تحبش تطلب منه طلب؟ كريم جابر انا الحقيقه اعرفه، وانا بذكره من سنتين كنا في حفله في رابطه القلم العربيه الامريكيه لعيد الام. نعم 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 مظبوط، بديربون. بديربون مظبوط. نعم. تعرفنا على بعض، وكنت انت مقدم وصله غنائيه في الحفله بتاعت عيد الام. مظبوط. وتعرفنا على بعض، وعرضت عليك ساعتها قصيده باللهجه المصريه، بس ما حصلش تواصل ثاني يعني، لان انا بسافر وبرجع. حبيبي للاسف يعني. بالعكس، نحن يا ريت نرجع نلتقي مره ثانيه، وإلي الشرف اسمع القصيدة، وإن شاء الله بنعمل عمل سوا. إن شاء الله. أنا كنت عرفت لك منها جزء وإحنا قاعدين، بس الحقيقة ما حصلش التواصل في المرة الأخرانية. نعم. كنت قدمت لك منها يا سبان شباك الهوى مفتوح، ليه قفلت الباب وكان للهوى مفتوح، وانت اللي بدأ الغزل وصف الجسد والروح. الله. عصفورة غندورة متلهفة طيرة، قلت شباكي فرد الجناح على الفضا، فكر انه كان مفتوح شفاف لوح الإزاز قاسي، كسر جناح الشوق طرح الجسد على الورد، مع انه كان جوري، شق القميص عن ندى سال الدفع على البرد، جاية متشوقة بعزم ضي السما جناحين بيضللوا على الأرض، يا طير يا مجروح معرفش فين رايح، على حبيبي يشتكي ولا حبيب مجروح. انا مش عايز اطول عليك. تسلم يا حبيبي. احسن لا يسرقوا لك الكلام، لانه الكلام حلو 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 برشا، يعطيك الصحه. يعني هدية مشروع فني على الهواء في التليفون على قناه الام. يلا انا جاهز. انا والله. جاهز. وانا كمان جاهز حبيبي. امتى تكون في ميشيغان نتقابل؟ هو احنا أنا في اوريدي في ميشيغان. انا بميشيغان، فينا نتواصل. ممكن تشوفني على الفيسبوك، ممكن تشوفني على الموقع تبعي، وبنتواصل، واكيد بنقعد سوا انا وياك جلسه، وبنسمع القصيده مره ثانيه. كثير حلوه. يسلم هالتم حبيبي. تسلم لي حبيبي قلبي. انا عندك قصايد باللهجه المصريه، انا بكتب في صدى الوطن على فكره. حلو يعطيكم العافيه. صدى الوطن اكيد يعطيهم العافيه حبايب قلبنا. الله يسلمك يا كريم، ربنا يخليك يا رب. حبيبي انا هسافر يمكن في خلال تقريبا 25 يوم، ف انا هسيب لك التليفون اكيد واتواصل معاك. انا 320-23-28 عادل بسيوني. ممكن عادل. تخليه للكنترول وياخذوا الفنان كريم جابر بعد شويه لو سمحت. نعم اوكي، ما فيش اي مشكله حبيبي. عادل، لو فيك تتصل بعد البرنامج ننتظر اتصالك. طيب، وهو كذلك. شكرا جزيلا. واسعدتونا واسعدت كل المشاهدين. يعيشك، وتحيه للجاليه المصريه الكل من حبيبي. فريق البرنامج غني لي شويه. الله يبارك لك يا رب، واحنا نتمنى لكم دايما نجاح او بعد نجاح يعني. يعيشك. تسلم حبيبي. شكرا يا عادل حبيبي. مشكور. اهلا بك يا حبيبي. الله يكرمك. حبيب قلبي. الله يخليك يا رب. يعيشك، شكرا على الاتصال، نورت. اهلا بك يا فندم. يعيشك. مع السلامه. مع الف سلامه. يعيشك. الله يسلمك.
نستقبل اتصال اخر اتصال لانه الوقت ماشي يسمح. الو اهلا وسهلا. الو كيفك يا صفاء؟ يعيشك ربي يخليك. كيفك انت؟ هاي صفاء كيفك؟ الحمد لله يعيشك. اسم الاخت؟ ضمياء من سان دييغو. اهلا وسهلا بضمياء، كيفك حبيبتي؟ ميرسي يا عمري، واشتقتلكي النور الشمس كتير كتير. يعيشك. بليز لو فيك تنصي صوت التلفزيون شوية او تبعد شوية على تي في نقدر نسمعك احسن. ايه حبيبة قلبي بامرك. يعيشك. يعيشك. كيف الاستاذ المغني تبعنا بيجنن لان انا بحب لبنان وعشت فيها كتير كتير. حبيبتي شكرا كتير، هيدا من ذوقك يا حبيبتي. حبيبتي حبيبة قلبي، أنا من العراق وبتشرف فيك لأنك لبناني كتير. حبيبتي وأنا بتشرف كمان. ميرسي يا عمري، هيدي أول مرة أنا صديقة البرنامج، دايما أنا بشارك بالبرنامج. يعيشك، إن شاء الله نكون عجبك البرنامج. حبيبة قلبي غني لي هيك شي غنية على لبنان وعلى العراق، نازل بنزلهم مع بعض. لعيونك لعيونك، تكرم عينك. حبيبة قلبي أنت يا عمري، كثير انا حبيت لبنان، حبيت هيدي القناه ام اي اي، كرمال هيك مواضيع، وان شاء الله دائما تبع حالها هيك وترفع راسنا كثير كثير. ان شاء الله. متشرف فيك وبدي مظل اللي جنبك في الصفا. مشكوره حبيبتي، تسلمي. تسلمي، هيدا من ذوقك حبيبتي. حبيب قلبي يا عمري، خلي بالك على حالكم كثير كثير. اوكي شكرا، شكرا جزيلا على الاتصال، وان شاء الله تنورنا باتصالاتك على طول حبيبتي. ميرسي يا عمري، كل بدو يا حبيبي. ميرسي. عايشك. كما تعرف غنوا كثير على الوطن، وما نعرفش كان عندك فكره ثم حتى اغاني لبنانيه على تونس، تعرف؟ اكيد اكيد، بعتقد السيده ماجده الرومي غنت للشاعر ابو القاسم الشابي، والسيده فيروز غنت. نعم، وغنت يعني من كبار عمالقه الفن اللبناني، غنوا لشعراء تونسيين وأغاني وطنية. في بعتقد الانهض ولا وسير في سبيل الحياة. أي صحيح. هذه بس أنت بغنيها. أكيد. أنا ما حافظها كتير، بس سمعها من السيدة ماجدة رومي، وبعتقد لحن لياها بيا حليم الرومي. صحيح. وهي لأبو القاسم الشابي، فنتمنى هيك نسمع منك. نهدي منها مقطع صغير لكل الشعوب العربية اللي يتفرجوا فينا. الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لن تنتظره الحياة. الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لن تنتظره الحياة. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت، وتشدو بما شاء وحيه الإله. تعرف الله الله الله، عنا وقت صار ضيق. بعرف حاب نخلي كلمة الختام للضيف العزيز اللي هو الفنان المتألق، إن شاء الله على طول متألق، حبيبتي كريم جابر. تسلمي صفاء. أكيد نحب نشكره إحنا المشاهدين اللي قاعدين يتبعوا فينا من جميع أنحاء العالم، وحابة نخلي كلمة الختام اللي كنتي، سواء كانت كلمة أو شكر أو أغنية، على كيف. نعم، أنا قبل ما بدي غني شيء صغير، بس أكيد بحب أشكرك صفاء على البرنامج الرائع، وعلى شخصيتك المميزة فنياً. شكرا. وكمذيعة كمان يعطيك ألف عافية. يعيشك. برنامج كتير حلو، وأنا تابعت الحلقات اللي قبل كمان كتير حلو. بشكر إذاعة وشانل تي في شانل الام اي اي، والقيمين على والإدارة والشباب الكاميرا. كل الشباب يعني هن الجنود الخفيين مثل ما بيقولوا، واللي بينجحوا العمل بشكرهم، وبشكركم على استضافتي. ورح نختم ب نعمل بيان. تفضل.
اكيد نشكر المايسترو تعبناك معنا اليوم. شادي يعطيك الف عافيه حبيبي. ان شاء الله متالقين. فيري نايس، كثير حلو البرنامج والله يوفقكم كمان بعد وسعكم اكثر واكثر ان شاء الله. حتى احنا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ان شاء الله. بنقول هيك موال المازال القلب عم يخفق مساكن، مازال القلب عم يخفق لك مساكن يا بيت بعهدك غيرك مساكن عيني. لك الدنيا كلها، قال الدنيا كلها وكل شي فيها مساكن، ما بيسوى حدك حبة تراب عيني عيني عيني. ماماي 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 هاي. شكرا حبيب قلبي. يعطيك الف صحه. تسلم. نحب نختمه بسؤال مشكس شويه. تفضل. كريم جابر مازال مازال مش مرتبط صحيح؟ نعم. اوكي، ما هي المواصفات اللي يستنى فيها كريم جابر في زوجة المستقبل او نقولوا في شريكة حياته اللي تنجم تخليه مستقر ويبدع في فنه؟ شنو هما المواصفات اللي نجم يكونوا فيها اللي تستناهم كريم؟ انا بحب الجمال كثير، والمرأة جميلة بكل معنى الكلمة، وأنا أكيد بعيد جميع النساء، نساء العالم، باليوم المرأة العالمي، وأنا من فريق النساء، أنا على طول مقيد ومؤيد للنساء، لأنه بس غني أكيد تكون عم بتخيل امرأة قدامي كرمال هيك بغني بإحساس. المرأة اللي بتمناها تكون شريكة حياتي بتمنى تتمتع بمواصفات إلى جانب الذكاء والأخلاق، الجمال ضروري تكون حلوة، أنا بحب الجمال، يعني بدي أطلع بوش حلو قدامي، بدي أشوف بنت حلوة، وأكيد تتفهم مهنتي كفنان. لأنها صعبة صحيح. لأنه صعب كتير، ومعظم البنات يمكن ما بيتقبلوا أو ما بيتحملوا شيء، فبتمنى أنه الله هيك يوفقني وألقي بنت الحلال إن شاء الله. نتمنى لك كل النجاح عاطفيا وفنيا. شكرا. ومع بعضنا نقول للسادة المشاهدين شكرا على اتصالاتكم، شكرا على حسن المتابعة. See you next week إن شاء الله، نستناكم.